قدر فريق الوداد الرياضي انه يربح نهضة بركان اللي استضاف الوداد في الملعب البلدي ببركان تلعب الماتش من الجولة السابعة والعشرين من البطولة الاحترافية وتمكن فريق الوداد الرياضي من تسجيل الهدف في اخر الدقائق في الدقيقة 109 من اللقاء الماتش استمر لحدود 112 دقيقة وهذا الشيء بسبب الضوء اللي تقطع في التيران وبقى مقطوع تقريبا لعشرة مع بعض التوقفات ديال الماتش هادشي كامل خلى الماتش انه يستمر لاكثر من 112 دقيقه وتمكن بينزا من تسجيل الهدف ديال الوداد الرياضي الاول اللي ما كانش الماتش فيه محاولات بزاف ولكن يمكن نقولوا ان الفرصه الاولى اللي جات من بينزا استغلها راوغ وسجل هدف واعر. الماتش كان مقفول جينيرالمون من المحاولات ولكن فريق الوداد الرياضي في اخر اللحظات تمكن من لاعب جيم بينزا كما قلنا من تسجيل الهدف وكي استمر في الصداره مبتعدا على الرجاء بستة نقاط الرجاء اللي خسر بثلاثه الاهداف مقابل جوج الرجاء كان متقدم على اولمبيك اسفي بجوج لواحد ولكن اسفي بعد ما عاد في النتيجه وتعادل بجوج لجوج قدر في الدقيقه 85 انه يسجل الهدف الثالث ويخرج من 16 على فريق الرجاء الرياضي في مركب محمد الخامس لقاء الرجاء تجرى بدون جماهير هذا الشيء غادي يخلي فريق الوداد الرياضي يحلق في الصداره برصيد 59 نقطه الرجاء مازال في رصيده 53 نقطة واستمر فريق الوداد الرياضي بالابتعاد على الرجاء بستة نقاط باش يخرج الوداد من الحسابات غادي فقط في هاد ثلاثة الماتشات اللي جايين انه يربح ماتش ويتعادل ماتش وبهذا غادي يكون ضمن رسميا الفوز بالبطولة الوطنية الاحترافية للمرة الثانية في تاريخه والفوز بلقب دوري ابطال افريقيا والبطولة في نفس العام وقدر الوداد انه يربح واخا كانوا عندو بزاف المشاكل منها اصابة العميد ديالو يحيى جبران اللي غاب اليوم على الماتش وكذلك غياب ايمن الحسوني وغياب يوفيل تصوم وكذلك بالاضافه المؤيد اللافي هذه الغيابات كامله واخا هكاك قدر الوداد انه يربح في هذا الماتش وبذكاء في الدقائق الاخيره ولا شفنا تغييرات فوليد الركراكي خرج بزاف لاعبين في الهجوم ولكن تاق في جيم بينزا وخلاه وهو اللي قدر انه يماركي الهدف اللي ممكن نعتبروه من بين اكثر الاهداف المؤثره في البطوله الاحترافيه هذا العام ومن المقرر باش يرجع يوفيلت سومو واللاعب ايمن الحسوني اللي تم الايقاف ديالهم لجوج المباريات ايمن الحسوني حيت جمع البطاقه الصفراء ويوفيل سومو بسبب انه صرفق احد لاعبي الرجاء وتطرد بالحمره